أنا بعتبر النهاردة ليلة من الليالي السوداء للكرة المصرية، ليلة من الليالي السيئة على المستوى الكروي وعلى المستوى الأخلاقي. الأمور تسير على ما يرام، وقبل المباراة بدقائق فوجئنا، مباراة مصر والجابون، فوجئنا ببيان سيء السمعة من حسين لبيب، بيان كارثي لابد أن يحاكم عليه هذا الرجل ولابد أن يقال فورا، بيان يسب فيه محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي ويقرر أن يخوض معركة هو ملوش دعوة بيها وياخد الزمالك والجماهير إلى كارثة. وأتساءل أين الدولة وأين وزير الشباب والرياضة؟ ونحن نتأمل ونستغرب صدور هذا البيان من هذا الرجل، كمل علينا المنتخب الفاشل منتخب حسام البدري، أو حسام البدري الذي دمر المنتخب وحوله إلى فاشل. مش عارف أبدأ منين، لأن احنا قدام كوارث، وأعتقد أن هذه الحلقة مهمة جدا، لأن احنا قدام كارثتين أو عدة كوارث بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والله العظيم يا جماعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مش عارف يعني من أين تكون البداية، من بيان حسين لبيب الفضيحة، ولا من حسام البدري اللي دمر المنتخب، ولا من مصطفى محمد اللي شتم حسام البدري. وخليني أنفرد معاكم، مصطفى محمد شتم حسام البدري، قل أدبه على حسام البدري، عادي. ماذا تنتظر من اتحاد كورة لا يعاقب أي مذنب؟ لابد أن تكون الكوارث تتلى وتكون تباعا وتكون سمعتنا زي الطين في العالم كله. يعني لا يمكن انك انت تفصل حاجة من الحاجات اللي انا قلتها لك.